مساء الخير. في حلقة هذا الأسبوع من مهجركم، مخيمات اليونان تشهد ارتفاعاً مخيفاً في نسبة الأمراض العقلية، وتتابعون أيضاً القطاعات المهنية الأسرع بدخول سوق العمل في السويد. وصفت منظمة العفو الدولية الأوضاع المعيشية في المخيمات اليونانية بأنها جرح مفتوح للاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان، وانتقد عضو المنظمة جابرييل ساكيلاريتس عقب زيارته إلى جزيرتي ليسبوس وخيوس سياسات الحكومة اليونانية بشأن الهجرة، حيث يعيش اللاجئون هناك أوضاعاً غير إنسانية من كافة النواحي في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الأمراض العقلية بين الشباب هناك بشكل كبير. مزيد من التفاصيل في تقرير هشام منور. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من اليونان المترجم المختص بقضايا اللاجئين عماد زين العابدين. مرحبا بك سيد عماد. بداية، يعني وضع اللاجئين عموما والسوريين خصوصا في اليونان، يعني هل يختلف من مكان لمكان أم أن المعاناة واحدة؟ وأين يتركز وجود السوريين يعني بغالبيته الساحقة في اليونان؟ أهلا وسهلا أستاذ عمار، أهلا وسهلا بقناة سوريا، تحياتي لكم. طبعا ما في شك انه في هناك غالبيه سوريه باثينا وفي جزيره خيوس وجزيره ميتيليني او ليسبوس، وفي بشمال اليونان طبعا الغالبيه العظمى. المعامله طبعا تختلف من او الحاله التي يعانيها اللاجئين تختلف من مكان لمكان اخر حتما. اين تسوء يعني تكون المعامله في يعني اقصى معاناه؟ في أي الأماكن؟ طبعا الصعوبات هو من القادمين عن طريق البحر، غالبا هن الجزر بشكل عام يعني، وخاصة جزيرتي خيوس وليزوس. الوضع مزري إلى أبعد الحدود، يعني لا أستطيع الوصف، يعني أسوأ يمكن أسوأ من هيك ما بصير يعني نهائيا. الوضع في جزيرة ميتيليني خاصة يفضل أن يرجعوا على سوريا افضل، انا برايي يعني يرجعوا على سوريا افضل، وهم بيتمنوا يرجعوا على سوريا لانه الوضع تعبان جدا، في حالات وفاه وفي حالات امراض وفي حالات انتحار، في حالات طبعا تعذيب من الشرطه. الوضع طبعا كل خيمه عاديه لا تقي لا برد ولا حر، تقريبا 4-5 عائلات في الخيمه الواحده، بالاضافه للغذاء ما في تغذيه نهائيا، عباره عن وجبه واحده باليوم للكل، اللي يعني اللي بحب بياكل ما بحب ما بياكل. الخروج خارج الكامب صعب جدا، يعني كانه سجن، وخارج الجزيره مستحيل واحد يقدر يسافر بالباخره، يطلع على اثينا، يطلع على محل ثاني، يطلع على الكامبات المتطوره باثينا باليونان. هذا هو للاسف يعني. أنا طيب اللاجئين في هاتين الجزيرتين، يعني ما هو الخطوة التالية؟ يعني أين يمكن أن يذهبوا؟ ما الذي يمكن أن يقوموا به؟ ماذا ينتظرون في هذه الجزيرة؟ ما الذي ينتظرهم من قبل السلطات اليونانية؟ هو المشكلة طبعا مش بالسلطات اليونانية بالذات، يعني السلطات اليونانية هي حسب قوانين الاتحاد الأوروبي لازم يستخرجوا أوراق نظامية تعطى من قبل وزارة المهجرين، فبينتظروا دورا حتى تطلع الاوراق تبع، مجرد طلعت الاوراق وعليها الختم الاخضر بامكانه يغادر مباشره على اي كفر. يعني بامكانه ياخذ الاوراق
يطلع على شمال لبنان، يطلع على أثينا، يطلع على أي مكان كان ممكن يعرف أنه مثلا أحسن المعاملة. فهم بينتظروا أوراقهم، مجرد انتهت معاملاتهم أوراقهم بيغادروا، ما في أي مشكلة. طيب هن الأوراق عم ومجرد يتم وصلوا لهون استخراجها، الأوراق لما عم يوصلوا عم يعطون أوراق ولا الأمر متوقف تماما؟ لا لا بيعطوهم أوراق، بيعطوهم، بس الأمر بطيء، بس لأنه في ضغط كبير، في ضغط كبير كبير. أنا ما عم دافع عن الحكومة اليونانية أو على هذا، بس أنا شايف بعيني يعني، أنا من الناس اللي عم يشتغل بالأوراق، تمام. في ضغط كبير جدا جدا جدا. مشان هيك فعم يطول، بيطولوا هنيك، وما عم يعني بشكل عام هلا بعد فترة شهر شهرين بده يبلش الجزر تفضى. ليش؟ لأنه بصير موسم السياحة. فهن عم بيحاولوا قدر الإمكان حاليا يأسرعوا ويعطوا أوراق ويطلعوا العالم من الجزر. هذه المشكلة، انه في قادمين عن طريق الجزر اكثر من قادمين عن طريق البر. طيب في اليوم لاجئين عم يوصلوا للجزر؟ قليل جدا قليل جدا، يعني اللي عم ينفذ عن طريق البحر من تركيا عم يصل، عم يصل، عم تستقبله خبر السواحل اليونانيين، عم يستقبلوهم وعم يجيبوهم على الكامبات الموجودة، بس قليل جدا جدا يعني حاليا بسبب سوء الأحوال الجوية تقريبا. صعب صعب كثير، طيب إنما عن طريق البر أنا اللي بعرفه عن طريق البر عم يجي ناس كثير. اللاجئين الموجودين بأثينا ومدن أخرى، هدول بيحسنوا بيطلعوا على دول أخرى، دول أوروبية، أم فقط في اليونان؟ شو وضعهم القانوني هون؟ الوضع القانوني حسب حالة العائلة، أول شيء كان في شيء اسمه إعادة توطين، إعادة التوطين لغة الاتحاد الأوروبي، ما عاد في شيء اسمه إعادة توطين، يعني بيقدم أوراق إنه أنا حاب أستوطن بالسويد مثلا، أو بخيارات دولة السويد، دولة ألمانيا، دولة هولندا، دولة خيارات، فهن بيختاروا طبعا حسب بيبعتوا الخيارات هذول للدول، الدولة اللي بتختارهم ممكن ترجع تبعث لهم إحنا وافقنا على العائلة كذا كذا، تعالوا بعثوا لهم أوراق وجيبوا. هاي إعادة التوطين الغى، ما عاد استقبل الاتحاد الأوروبي إعادة توطين. يعني لم الشمل، إذا في حدا عائلة لهم واحد قاصر بدول الاتحاد الأوروبي، القاصر بيعمل لهم لم شمل، بيضلوا هون بموضع الانتظار حتى يتم قبول لم الشمل تبع القاصر لأهله، العائلة كاملة بلم شمل العائلة وبيجيبهم. طيب أستاذ الحالة عماد الثالثة، اتفضل. نعم، الحالة الثالثة هي حالة تقديم لجوء باليونان. تقديم لجوء باليونان طبعا بيقدموا اوراق اليونان، غالبا السوري يتم قبول السوري بشكل عام. الجنسيات الثانيه في صعوبه كثير انه يقبلوهم طيب بلجوء باليونان. بدي اسالك عن المنظمات الدوليه، عم تحكي عن يعني نسب كبيره ونسب مخيفه من الامراض العقليه والامراض النفسيه يلي عم تصيب اللاجئين، يعني شو سبب هاي القضيه وشو يعني نسبه انتشار هذا الامر؟ هو بشكل عام اللي عم بصيبهم الامراض هذول بشكل عام غالبا بكون يعني قدومه من بلده، طبعا حد الوصول بيكون اصيب بمليون مشكله نفسيه. بعدين لما كمان يواجه شغلات كمان اصعب هون، من ناحيه عدم التغذيه، من ناحيه البرد، من ناحيه ما في لجوء كويس، ما في عنايه، معاملة الشرطة أحيانا بالجزر سيئة جدا، فطبعا اللي بيكون بكامل قواه العقلية ممكن يجن. عم بيحاولوا طبعا المنظمات الإنسانية، عم بيجيبوا أطباء نفسيين، عم بيجيبوا معالجين نفسيين بضلوا معاهم. بكل الكامبات في أطباء نفسيين طبعا، عم بيديروا دار على الأطفال أكثر شيء. أنا شفت حالات انتحار، يعني أكثر الناس حرقوا حالهم، يعني في شفت أنا على اليوتيوب يمكن موجود، يعني في واحد حاول يحرق حاله، الشرطي قال له حرق حالك، أعطاه نار بإيده، حرق حاله الزلمة فعلاً. غير إنه حالات الأمراض، يعني أمراض أحياناً عم بيموت الواحد وما بيجي دوره على المشفى، شو هي بيكون الأمراض، حاطينه على شو هي الدور. أبرز الأمراض اللي عم تصيب اللاجئين؟ أكثر أمراض جلدية وأمراض بالمعدة، أمراض سرطانات أحيانا، يعني من ناحية الضغط النفسي، ومن ناحية طبعا عدم العناية الطبية والقذارة الموجودة هناك، يعني في قذارة ما في نظافة أبدا. طبعا عم بحكي أنا لحد الآن عم بحكي في الجانب السلبي الموجود بالموضوع اللي هو الجزر. طيب المنظمات الدولية، خلينا يعني منظمات الاتحاد الأوروبي، كيف عم تتعامل مع هاي نعم، القضية لما عم يشوفوا تعامل الشرطة اليونانية بهاي الطريقة مع اللاجئين؟
المنظمات ليس لهم أي سلطة على الشرطة أو على الحكومة. المنظمات يعني يقومون بطلب مثلا أو الإشراف على إحدى الكامبات بتقديم معونات منهم عن طريق الدول. مثلا منظمة نرويجية عندهم معونات من النرويج، منظمة أمريكية عندهم دعم معين من أمريكا، ممكن يقدموا كرفانات، يقدموا وسائل تدفئة، يقدموا طعام، أحيانا يقدموا ألبسة، يقدموا أدوية. هذه المنظمات يعني بتحاول تقدم هيك شغلات. بالجزر بتصور المنظمات معدمة، ما في بالجزر منظمات أو ما عم يسمحوا لهم حتى يقوموا بالعمل الكافي، لأنه بالجزر وضعهم وضع انتظار فقط، يعني ما في شيء اسمه أوراق، إلا أوراق إنه أنت أخذت ورقة دخلت على اليونان نظامي، بعدين هذه لازم ينتقل على كم ثاني مشان يبلشوا بالأوراق تبعه من أجل طيب استاذ عماد، لأوروبا أو بدي اسالك عن الاعداد التقريبيه. في اعداد تقريبيه للسوريين الموجودين باليونان، وقديش ممكن يضل بهي الجزر لحتى يحصل على الاوراق؟ اللي بعرفه من ضمن جداول تبع الاتحاد الاوروبي، الاولويه اولا رقم واحد هو السوري، رقم اثنين الفلسطيني السوري، رقم ثلاثه اعتقد العراق، وبعدين بتبلش انت من الدول الثانيه اللي فيها حروب، ومثل اليمن، مثل حتى في ناس من الكويت. يعني انا استغربت انه في ناس من الكويت لاجئين كثير. بتصور العدد يعني مثل ما تفضلت يمكن يتجاوز ال 25,000 او 3 واحد حاليا موجودين كل اللاجئين ولا باليونان. السوريين؟ لا السوريين اقل من العدد شوي، بس معظم اللاجئين سوريين. بعدين في عندنا النسبه الثانيه هم العراقيين، والنسبه الثالثه بقيه الدول، حتى في من افريقيا، في من اليمن، في من الكويت، في من قديش عم يضل فترة الانتظار الجزائر. بالجزر أستاذ عماد؟ قديش، كم شهر بيضلوا من الممكن؟ الجزر غالبا يعني غالبا ممكن يضل 6 أشهر، أحيانا هذه أقصى حد 6 أشهر. ممكن يضل نعم يعني ستة في ناس أشهر يعني ممكن بدون خروج أو دخول أو رعاية طبية أو نظافة أو الخدمات الأساسية، يعني عم بيبقى كل هاي الفترة دون هاي الخدمات، الأمر اللي عم يسبب الأمراض. طيب ما في أي عماد زين العابدين، مترجم مختص في قضايا اللاجئين، كنت معنا عبر السكايب من اليونان، شكرا جزيلا لك. تحياتي أنا وسهلا، الله يخليك، أشكرك. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة بيلد الألمانية أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف تخطى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وذلك للمرة الأولى في استطلاع على مستوى البلاد ليصبح ثاني أكبر حزب ألماني. وأوضحت الأرقام الجديدة أن التكتل المحافظ بزعامة أنجيلا ميركل حقق تقدماً بنسبة 2.5% ليصل إلى 32%، فيما سجل حزب البديل 16%. ويعرف عن حزب البديل لأجل ألمانيا مناهضته لسياسة استقبال اللاجئين ومعاداته للأجانب. أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن مخاوفه مما أسماه أسلمة أوروبا، مشدداً على أن بلاده نجحت في التصدي للغزو الإسلامي على حد وصفه. وأثارت تصريحات أوربان انتقادات في الصحف الأوروبية، واعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء المقترعين مع اقتراب الانتخابات العامة في المجر. يذكر أن المجر تمارس ضغوطاً متزايدة على اللاجئين عبر بناء الحواجز على الحدود والقوانين المتشددة، بناءً على سياسة الحكومة اليمينية بقيادة أوربان المتزعم لتيار معادي لسياسة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. أثار مشروع قانون جديد للهجرة عدة انتقادات أسفرت عن خروج احتجاجات وسط العاصمة الفرنسية باريس، وبدأت منظمات غير حكومية ومحامون وموظفون من مكتب اللجوء الفرنسي إضراباً للمرة الأولى منذ 5 سنوات قبل أن يتوجهوا في مظاهرة إلى البرلمان. ويقضي المشروع الذي اقترحه وزير الداخلية الفرنسي بمضاعفة مدة احتجاز اللاجئين غير النظاميين من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وتقليص مهلة تقديم طلبات اللجوء، كما سيجعل عبور الحدود بشكل غير قانوني جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سنة وغرامات مالية.
كشفت منظمة أطباء بلا حدود في أحدث تقاريرها أن نحو 10,000 شخص معظمهم من طالبي اللجوء يعيشون خارج نظام الاستقبال الرسمي في إيطاليا. وأكدت المنظمة غير الحكومية أن معظم هؤلاء عالقون على الحدود ويعيشون في ظروف صعبة في العراء دون إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية المناسبة، وأن المواقع غير الرسمية التي زارتها تشمل مباني مهجورة ومخيمات في العراء وخيام وأكواخ وأراض زراعية. ويشغل اللاجئون الذين ذكرهم التقرير حوالي 47 مخيما في مدن أبرزها تورينو وميلانو وفلورنسا وروما، ويعانون من غياب المياه والكهرباء. أصدرت مجموعة من النساء السوريات اللاجئات في تركيا ألبوماً غنائياً يحمل اسم أغاني الجيران، وذلك بعدما شكلنا جوقة لغناء الألحان التقليدية تتألف من 27 عضواً، وتحول الغناء بالنسبة لهذه الجوقة إلى متنفس ووسيلة فنية لاسترجاع الذكريات عن الوطن. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، تستضيف تركيا ما يزيد على 3 ملايين لاجئ سوري، نحو 70% منهم من النساء والأطفال. أفاد خفر السواحل الليبي باحتجاز ما يزيد على 300 لاجئ أثناء محاولتهم عبور المياه الإقليمية للبلاد، حيث يعد الشريط الساحلي الغربي في ليبيا نقطة المغادرة الرئيسية للاجئين الساعين الوصول إلى أوروبا. وتراجع عدد اللاجئين الذين ينطلقون من ليبيا منذ شهر تموز الماضي إثر اعتراض السلطات الليبية رحلات اللجوء تحت ضغط من إيطاليا والاتحاد الأوروبي. وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية إلى تقلص أعداد الواصلين من ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 62% خلال العام الحالي.